تخرب النسيج المجتمعي نتاع تونس وتتبع مباشرة لأحزاب سياسية معينة. أنا نحب نفهم نحن هنا كمشرعين نطبقوا القانون ولا إذا نعرفوا أن المرسوم عدد 88 الخاص بالجمعيات يقول في الفصل 9 منه أنه في الفصل 9 منه دقيقة برك أنه لا يمكن أن يكون مؤسسو ومسيرو الجمعية ممن يطلعون بمسؤوليات ضمن الهياكل المركزية المسيرة للأحزاب السياسية. في جمهورية الموز متاعنا احنا عندنا سياسيين. لا لا اسمع انا عطيتك هاني سيد الرئيس. سيد الرئيس سيد الرئيس حكى من المداخلة متاعي. لا خلينا بربي من السارة. ايه ماناش في جمهورية موز احترم البلاد. لا ما احترمتش كي ترد جمهورية موز ما احترمتش. لا الواقع ماناش جمهورية موز يا سي اسكندر. اللي قلته كلنا احنا سمعناك بصدر حبة ما متردهاش جمهورية موز يا عايشك. لا جمهورية موز لا كاكاوية يا عايشك. احترم يا عايشك. وتسب الناس كل وقت تقول جمهورية موز. لا يا عايشك نوزنوا كلامنا انتهى الموضوع. لا على كيف كنت. ومعقول انت تقول احنا في جمهورية موز معقول الكلام تقول فيه انت سي في ذهنك هذاك الموز في ذهنك انت برك. تفضل الراي ضد تفضل عم تاهر تفضل سي تاهر.